الموالي حول استفادة المناطق الجبلية من برامج المغرب الأخضر للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي. تفضل السيد النائب. شكرا السيدة الرئيسة. نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذ لضمان استفادة المناطق الجبلية من ثمار المخطط المغرب الأخضر، وهل هناك دراسة في هذا المجال؟ شكرا. شكرا السيد الوزير، تفضل. هو كاين دراسات وإحصاءات كتقوم بها مصالح الوزارة اللي كتهم المناطق الجبلية، وكتعطي بأن أهم السلاسل الفلاحية اللي كتناسب مع هذا المجال الجبلي هي إما الزعفران ولا الزيتون واللوز والتين والصبار والتفاح والكرز والنباتات العطرية والطبية والزراعات البيولوجية واللحوم الحمراء والعسل والحليب. وفي إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر كنخصوا عناية خاصة بالفلاحين الصغار اللي موجودين في هذه المناطق الجبلية، وكان نعطيه واحد القوة اختيارية وبلورة المشاريع اللي كتستجب للحاجيات ديال هاد الفلاحة الصغار. شكرا. شكرا. التعقيب السيد النائب المحترم. شكرا السيد الوزير. نبتغي السيد الوزير من وراء هذا السؤال إنصاف واحد المجموعة ديال الفلاحة التي تنتمي للمناطق الجبلية، وأعطيكم مثال السيد الوزير بالمنطقة ديال الصويرة اللي فيها واحد المناطق جبلية جنوب الصويرة اللي كتعيش واحد الإقصاء في هذا المجال هذا، وأعطيكم كذلك أن واحد الإحصائيات التي تثبت أن الإقليم أصلا لم يستفيد يعني بشكل الكافي من هذا الثمار ديال البرنامج المخطط الأخضر، حيث استفاد فقط من 2% من الاستثمارات الفلاحية الموجهة لجهة مراكش تنسيفة الحوز، وكذلك هذا التنزيل ديال هذا المخطط في الإقليم كيعرف مجموعة من الاختلالات، وأولها هو استفادة واحد المجموعة واحد العينة واحد الفئة بعينها ديال التعاونيات من هذه الإعانات، وكذلك مجموعة من العراقيل اللي كتعيق تنزيل هذا المخطط، من أولها هو ضعف الموارد البشرية المتواجدة بالإقليم. سيد نائب انتهى الوقت. شكرا. تعقيب السيد الوزير، تفضل. لا، هناك تعقيب إضافي، تفضل السيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، السكان ديال العالم القروي ملي كيسمعوا بالجبل بالخصوص كيسمعوا الاعتمادات كيتسائلوا، السيد الوزير كيتسائلوا في عين المكان وفي الصرف ديالها وكيفاش. بغيت نوصل لكم السيد الوزير تساؤلات ديال الفلاحه في غير هذه يومين، يوم الاحد تلقينا معهم في ازيلال وفي اقليم بني ملال. بغيت نعطيك الحلول، ما غاديش نبقى نسالك ولكن نعطيك الحلول اللي باش نوصلوا للهدف. قلت له السيد الوزير غادي تساعدوا الفلاح الصغير والفلاح باش يوصل للمنتوج ديالو ويحسن المردوديه ديالو. عندنا المناطق اللي حنا كنعيشوا فيها مناطق فيها التفاح، ولكن السيد الوزير باش يبان هذا البرنامج ويبانوا المجهودات خصها بعدا نفكوا العزله على الناس، خص الطريق توصل لهم، خص الطريق توصل لهم. الا ما وصلش الطريق ما يمكنش المساعدات والبرنامج ينجح. نعطيك مثال السيد الوزير على ارض الواقع، حنا كنعيشوا في المنطقه ديالنا ديال ازيلال وديال بني ملال. فلاح كيبيع دابا المنتوج ديالو ديال 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 التفاح مليون الفرنك سنويا، ولكن ملي تحلت الطريق جات المبادره التنميه حلت الطريق لهذاك الفلاح باع المنتوج ديالو ب 6 الملايين. اذا هنا خص يكون المجهودات بعدا نفتحوا. سيد نائب انتهى الوقت، انتهى الوقت. سيد تعقيب السيد الوزير. لا، بد نذكر بانه مخطط المغرب الاخضر منطلق من المخططات الجهويه اللي فيها تعاقد مع الجهات وفيها واحد العدد ديال المشاريع اللي ارتبطنا بها واللي يمكن يديروا لها تحيين في المستقبل. فراه ما يمكنش نكونوا حاضرين في جميع المناطق لان البيدجي راه هو اللي سكيلي ما نقدروش سميتو، ولكن اسمح لي انا نعطيك مثال الزعفران في الناحيه ديال تاليوين، الطريق اللي تعملات 10 ديال الكيلومتر ولا 12 الكيلومتر حلات 1000 هكتار اللي هي ديال الفلاحه اللي يمكن لهم بداوا كيعملوا الزراعه بلا فالوريزاسيون ديالها وبالكوتا كوت ديالها ديال الزعفران. فلهذا كاين امثله اللي هي ناجحه. انا متفق معك بانه الى زدنا الاكناري
100 كيلومتر اللي تعملات في ايتبع عمران باش تحلات 40% ديال الانتاج اللي كان كيمشي ما كياخذوش الناس ديال الكميوات ما كيوصلوش للبلاصه ديال لا برودكسيون. اليوم كيوصلوه لانه كاين هذا البرنامج ديال الطرق. انا متفق معك ولكن خاص يكون واحد الانخراط ديال الجهه، خاص يكون الانخراط ديال المجلس الاقليمي، وحنا راه مستعدين الى كاين المشاريع جيبوهم لينا باش نتعاونوا معكم باش نزيدوا الامام ان شاء الله. شكرا السيد الوزير.